حبوباتي، السلام عليكم. نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. موضوع ديال اليوم واحد شويه حساس، كنضحك معكم. موضوع شويه جدي، باغا نهضر اليوم على الزواج بواحد في الغربه وطلاق من واحد في الغربه. وشنو هما المساوئ ديال هاد جوج حوايج؟ طبيعه الحال كاينين ايجابيات، ولكن هما قلال، كيكونوا قلال. غادي نهضر انا على الحوايج اللي خاصك تعرفي قبل ما تزوجي بواحد اللي هو مهاجر. يعني شنو هما الحوايج اللي غادي تلقاي؟ من الحويجات اللي غادي تلقاي هي انك غادي تبعدي على عائلتك وغادي تبقاي وحدانيه. يعني الغربه وهذا، راجلك غادي يمشي يخدم وانت غادي تبقاي في الدار، تجمعي وتجدي تسنيه يجي باش تعشاو، يجلس كسو، ربما تفرجوا فيلم ولا هذا، ويمشي عاوتاني ينعس. والغد ليه كذلك كدوز اعوام باش انك تعودي على داك الروتين، وربما ديري وليدات. تقدري فاش تخرجي تولي ديري صحابات، لان فاش كيدير واحد وليدات كيبدا يخرجوا من المدرسه كيتعرف على الناس. ولكن الاعوام الاولى ضروري ما غادي تعاني من هذا المشكل ديال الوحدانيه. المشكل الثاني وهما اعياد المناسبات. كيف تنعرفوا حنايا كشعب اسلامي عندنا الاعياد الدينيه ديالنا واللي كتجمع فيها العائله، وهذيك الجمعه ديال العائله هي اللي كتعطي الاعياد، ورمضان كتعطيهم هذيك الحلاوه وديك ديك الاحساس وديك الدفء ديالهم، هي الزينه ديال المناسبه. الصراحه هنايا للاسف ما كايناش هذيك، غادي تكوني غير انت وراجلك، غادي تنوضي غادي ديري الصباح يعني فطور وهذا، ومن بعد غادي يمشي هو الخدمه، لان هنايا ما كاينش العطله في هذيك المناسبه، وغادي تبقاي دوزي العيد بوحدك. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه وهي الوحم. خاصك تعرفي بان هنا المراه ما عندهاش اللي غادي يوحمها، يعني ماشي بحال المراه في المغرب كتوحمك عكوسك، كتوحمك ماماك، اختك، يعني الجاره حداك كتوحمك. هنايا الوحم للاسف كدوزي بوحدك، وراكم عارفين اللحام يعني ما كتبقايش باغا طيبي، يعني طيابك كتولي تعيفي طيابك، كتولي تعيفي اي حاجه، ما كتبقايش قادره تاكلي الا ما طيبش لك شي حد. والرطان والمرض والراس والسخفه، يعني كاع هادشي كدوزيه بوحدك. غادي تسينيه هو الا كان واحد الراجل اللي يعني واعي وهذا، راه غيجي طيب ويعطيك تاكلي. اما الا كان شي راجل اللي ما واعيش، راه غيسينك انت بهذيك الحالات نوضي طيبي ليه. هذا حتى هو مشكل من المشاكل اللي كنعانيهم. المشكل الرابع وهو الولاده. الولاده البنات كتمشي كيجيك الوجع، خلاص لا كانوا عندك ولاد الاولين راه كتولي تفكري فين غادي تخليهم، ولمن وغادي نمشي نولد، وغادي نبقى 3 ايام في السبيطار لمن غادي نخلي هذوك الولاد. اما الا كانت الولاده الاولى ليك، كيمشي معاك راجلك كتولدي انت وياه، يعني كيبقى معاك داك الشيء اللي كيقدر خاصو يمشي يخدم، وغادي تبقاي عاوتاني بوحدك حتى في الولاده، وما كاينش اللي غادي يجيب لك حتى زليفه ديال السلو. يعني كتشوفي الناس ولاد البلاد كيتعمر عليهم الصاله، وكتلقاي راسك انت بوحدك، خاصك تكوني عارفه هاد الحوايج وقادره انك تصبري عليهم. والحاجه الخامسه وتقريبا الاخيره اللي هي اللي تفكرت، وهي العطال البنات. ملي كدوزي واحد العام ولا عامين ولا مهم على حساب الامكانيات، كتبغي دوزي فاكونس، تمشي ترجعي المغرب دوزي فاكونس مع والديك، وتا هو كيبغي يمشي يدوز فاكونس، خاصكم ترجعوا مجموعين. هنا كيوقع واحد الصراع. اشنا هو؟ كيقول لك الا خاصك دوزي نصف داركم ونصف دارنا، وهو معلي حرج، هو العطله كامله يدوزها في دارهم. يعني الا كنتي شاده شهر خاصك دوزي 15 يوم في داركم و15 يوم في دارهم. هذا الراجل اللي كيكون كيعدل يعني عادل. اما الا لقيتي شي واحد اللي ما واعيش احبيبه، غادي يقول لك دوزي 3 ايام ولا 4 ايام غير يعطيك اقل ما هي، ولا يقول لك بقاي تمشي وتجي وغادي تجلسي في دارنا، ما غاديش تشوفي داركم، بحال اللي نتيا نبتي في الارض. انا بطبيعه الحال ما كنعممش البنات، كاينين الرجاله اللي يقدر كاع ما يكون عندهم هذا المشكل يعني ما على بالوش، ولكن انا كنهضر على الاغلبيه ديال اللي مهاجرين هنا كيفاش تكون العقليه ديالهم.
وهذا هاد المشكل ديال العطله هو واحد المشكل اللي كيعانيو منه بزاف تاع البنات في العطله ديالهم. يعني كيقول لك دوزي انت 4 ايام سيمانه في داركم وجي قسي مع دارنا بحال اللي انت راك نبتي في الارض ما جابكش من هذيك العائله، وهو هو ولدهم وهو حبيبهم ووالدين وتي ما عرفت منين جايه. المهم هنا كيوليو المشاكل وكيوليو لا ما كنتيش صباره وقادره تنازلي على حقك كتولي مشاكل كبيره، وكيولي كتولي كتدخلي في هذوك الصراعات. هادو هما المشاكل ديال الزواج بواحد في المهجر. غنمشيو للبنات، بزاف تاع البنات كيجيو فاش كيلقاو هاد المشاكل اللي قلت لكم ما كيبقاوش قادرين يمتصوا الغضب ديال رجالتهم، كيوليو باغين يطلبوا الطلاق. ملي غادي تجي وغتلقاي هاد المشاكل ديال الوحدانيه، الاعياد، الوحم، الولاده، العطله، يعني هادشي غادي يكثر عليك وما غاديش تبقاي قادره، غادي تبغي تطلبي الطلاق. وهنا لكان ما كننصحكش اختي بالطلاق. طبيعه الحال البنات اللي كيشدوا الصرخ ولا كيضربوا هذوك، يعني فاش كتفوت كيولي العنف، انا ما كنصحش بالصبر. ولكن البنات اللي كيكون عندهم هاد المشاكل اللي ذكرت في الاول، كنقول لك اختي صبري وحاولي تغيري من حياتك، حاولي تمشي تخدمي، حاولي تمشي تقراي، يعني عمري وقتك باش ما تبقاش عندك هذوك الفراغات ديال الوحدانيه بوحدك، لا ديال الاعياد. مهم هذاك المشكل ديال العطله، هضري مع راجلك، حاولي تناقشي معاه، قولي راه كنتوحش وهذا، حاولي تعالجي الحاجه قبل ما تمشي تطلق. اما البنات اللي كتعنفوا انا ما نقدرش ننصحهم بالصبر، لان هذوك المشاكل كتبدا تطور. المهم نمشيو للمشاكل اللي كتلقاي من مور الطلاق. اول حاجه هذيك البنت اللي يعني بنت صاحبتك تقدر تكون من العائله اللي كتبقى تعطيك في هذوك كتشجعك على الطلاق، واش بغيتيه وتحسن منه وش هو كيدير، خدمه موجوده سيري خدمي على راسك، والف واحد يتمناك، وزيدو زيدو زيدو زيد، واجي عندي انا نقلب لك على خدمه ونوقف معاك تتلقاي وجلسي معايا تتلقاي وتطبري على راسك وسيري. هذيك هي اول وحده غادي تطفي التليفون ملي غتكوني راجعه. ملي غتمشي تطلقي في المغرب وغتكوني راجعه غادي تعيطي ليها تقولي لها احبيبه انا راه باغا نجي عندك، كيف وعدتيني وقفي معايا وقلبي لي على خدمه تنضيباني والقدر ونمشي، هي اللي غتطفي عليك التليفون وغتخليك. اش غديري انت؟ غادي تهزي حوايجك غادي تبداي جايه واحد الوجهه ما عارفاهاش، ما عارفاش راسك فين غادا. مهم غادا غادي تجي غادي تبداي تقلبي على الكرا، ماشي غادي تقلبي على الكرا، غتقلبي الكرا مع البنات. غادي تلقاي البنات انواع، كل وحده وكيف دار لي الله. كاينه اللي خدامه بالحلال وكاينه اللي متجهه لشي حوايج الله يكون في العون، الله يكون في العون كل واحد. يعني لا تلاقيتي بداك البنات اللي شادين كيخدموا بدراهم وهذا، هادو كاينين مشاكل عاوتاني. نتمنوا من الله تلقاو هذوك البنات، يعني تلقاي هذوك البنات باش تعلمي تتي تكوني كابابل وتخدمي على دراعك. اما البنات اللي الله يكون في العون هذوك حتى هما كانت عندهم ظروف خاصه ربما ما لقاوش خدمه وهذه وهذه، نتمنوا من الله تلقاي تي خدمه وتكوني مع البنات اللي هما كيخدموا بدراعهم. ملي غتسكني مع البنات اش غادي يوقع؟ كيوليو صراعات على تقضيه، على انا شريت اورو ديال الخبز، انا شكون اللي كلا ليا بيضتي، شكون اللي غسل ليا بشامبواني، شكون اللي هزت ليا ريحتي، شكون اللي هز ليا هذه. كيولي واحد الصراعات، يعني وما كتبقاوش متفقين في الوقت، ربما وحده راجعه من الخدمه وحده عاد بغات تخرج، يعني داك الصداع ديال وحده ناعسه وحده فايقه، ما كتبقايش تنعسي في خاطرك، ما كتبقايش تفيقي في خاطرك. والحاجه انا دابا ذكرت 4 الحوايج، الحاجه الخامسه وهي الوليدات. الا كانوا عندك وليدات مع داك الطليق ديالك كي كتمحني لا انت لا هو، لان انت باش غادي ترجعي ديباني راسك في المهجر خاصك تخلي ولدك في المغرب مع امك، وهنا كتبدا داك الوحش وداك الاشتياق. ولدك الا كان صغير كيقدر ينسى عليك، ترجعي ما تلقاه ينسى. انا وقعت لي هذا المشكل فاش رجعت باغا نجيب ولدي، لقيت المشكل ديال الباسبور لان ما قدرتش نصاوب الباسبور، المشكل حدا ومعاه البنات حتى هو، لان يقدر يعكس لكم، يعني
الطريق ديالكم يقدر يعكس لكم في الباسبور ديال الاولاد. الا ما عطاكش الموافقه ما تقدريش تعاودي الباسبور للاولاد، وهذا هو المشكل اللي كان عندي انا. وحصل لي الوليد في المغرب اربع سنين، قرب سنين انا كنت كنمشي عندو نجي، ولكن مع الاسف لقيتو نسى عليا عام على عام كينسى عليا، ولات ماما هي ماما وخواتاتي هما خواتاتو، بابا ولا هو بابا. هذا بالنسبه لوليدات الصغار كتلقايه بدا كينسى، بدا كيتعلق بمو اكثر، وفاش كتجيبيه كت بحال اللي كتقلعي عاوتاني. هما فاش كيكون صغير كيقلعوه لك كيمرض، وفاش كتمشي كتلقاي ولو فمك كتقلعي ليها وكيعاود يتنكس عاوتاني. والحاجه الاخرى الوليدات الكبار يعني شي كبروا وكيوصلوا للقرايه في المغرب، كيقرا عام ولا عامين ولا 3 سنين في المغرب، وكتمشي تجيبيه كتكسري في ديك القرايه وكيعاود يقرا هنايا. هذاك حتى هو مشكل اللي هو كبير، يعني راه صعيبه صعيبه علينا حنا كبار نتاقلموا مع هاد الكامبيامينتي، يعني هاد التقلب ديال الحياه. حسب لك الدراري الصغار، يعني تخيلي تي دري قرا في المغرب قرا 3 سنين ولا 4 سنين باللغه العربيه وتجيبيه لنا عاد غادي يولي يقرا بالطاليانيه، راه صعيبه بزاف. هادو البنات نتمنى نكون عطيت واحد الافكار، واحد هادو هما السلبيات ديال لا الزواج ولا الطلاق بواحد في المهجر. نتمنى نكون عطيت واحد النقاط، نكون تكونوا استفدتوا من شي حاجه. مهم ما ترميو اي خطوه وحتى شي حاجه، انا ما بغاش نخلعكم، ولكن غير عطيت شي حوايج اللي خاصكم تكونوا ديروهم في بالكم قبل ما ترميو شي خطوه. ما ترميو حتى شي خطوه تتفكروا مزيان. هضرت بزاف غادي نولي نتربش في الهضره، خلوني نقطع هذا الفيديو بالزربه. المهم تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد نهار جديد. باي باي حبوباتي.